الفيديو اللي فات كنا شرحنا لعبة كشف الو، وهي اللعبة اللي بتخاطب عقلنا الباطن وتخلي عندنا شعور بأن المال عبارة عن لعبة، ولو فهمت قواعدها هتقدر تكسب وتجمع كتير منه. النهاردة هنتكلم على أول طريقة وأسهلها في إننا نحقق أول دولار بدون رأس مال ولا استثمارات. استثمارك هنا عبارة عن شوية مجهود بسيط جدا مع شوية فهم. وهنا احنا مش بس هنجني اول دولار ولا اول 100 دولار مع بعض، لا احنا كمان هنجني معرفة كويسة جدا، وهتكون ان شاء الله بداية علم ممتع هيفيدنا كلنا بإذن الله. ودي هتكون اول سلمة نطلع عليها مع بعض، لان زي ما وعدتكم هوصلكم ان شاء الله بإذن الله اننا نعمل تطبيقات اندرويد على البلاي ستور، ودي تقريبا تعتبر حاليا من احدث الحاجات الموجودة في التكنولوجيا واللي هنقدر نحقق منها ارباح بسهولة ان شاء الله. انا مش بخاطب شباب بس وانا ناس ليها في التكنولوجيا، لا انا كمان بخاطب ربات المنزل او رجال متقاعدين او ناس مثلا بتشتغل عايزة تحقق دخل اضافي. ان شاء الله كل حاجة هنشوفها مع بعض ونطبقها سوا، ولو في اي سؤال ياريت تحطهولي في الكومنت او تكلموني مباشرة على حسابي الشخصي، وانا عمري ان شاء الله ما هتأخر على اي حد فيكو ولا على اي سؤال، واي حاجة هقدر اعملها او خدمة اقدر اقوم بيها تحت امر الجميع. كل المطلوب بس من حضراتكم جهاز كمبيوتر ومعرفة صفر، وبإذن الله مع بعض هنبدأ من الصفر وهنوصل لأننا ان شاء الله يعني هنكون في مثابة مهندسين في التكنولوجيا، وهنقدر نحقق ارباح كويسة جدا ان شاء الله بإذن الله. وزي ما قلتكم ونبدأ على بركة الله. عندنا هنتكلم النهاردة في حاجتين مهمين جدا، ويعني يعتبروا أسهل طريقة وأكتر وأول حاجة في وأول سلمة هنبدأ بيها إن شاء الله. هما إيه؟ اختصار روابط ورفع ملفات. عبارة عن إيه اختصار روابط ورفع ملفات؟ اختصار روابط هو إننا هناخد رابط هنختصره وهننشر الرابط دوت. الرابط دوت لما حد بيدوس عليه أنت بتكسب أرباح. ورفع الملفات تقريبا نفس الفكرة، أنت بترفع ملف ولما حد بينزل الملف دوت انت برضه بتكسب ارباح. ده باختصار الحاجتين اللي هنتكلم عليهم النهارده. طيب نبدا باختصار رابط. تمام ماشي، انت دلوقتي يعني فهمت الفكره وهنبدا بيها. طيب هنعمل ايه؟ اهم حاجه عندنا اللي احنا هنصح يعني صاحبنا هي على طول هيبقى معانا جوجل دوت كوم، طبعا اكيد يعني مش اقل اكيد من 90% كلنا عارفينه. طيب جوجل دوت كوم يعني احنا دلوقتي عايزين ندور على مواقع اختصار روابط اللي هي هنحقق منها ارباح ديت. عندنا يا اما ندور بالعربي يا اما ندور بالانجليزي. طيب انا افضل يعني ان احنا ندور بالانجليش شويه، لان يعني بيبقى اكثر، مش هنقول اكثر مصداقيه بس اكثر يعني حاجات متجربه اكتر بتاع. عن نفسي بفضل كده، وطبعا حضراتكم يعني زي ما تحبوا. طيب بالنسبه مثلا للي هيقول لي انا الانجليزي عندي ضعيف او كده، عادي عندك جوجل ترانسليت، عايز اقول لكم عليه برضه عشان هنشتغل يعني اكيد كتير مننا هيستعملوه. هتقدر تكتب حضرتك بالعربي الكلام هنا وهترجم، وهو هيترجمه لك مباشره. مثلا انت هتكتب مثلا اختصار روابط وتحقيق ربح، وهتاخد الكلمه ديت كوبي وهتحطها في جوجل، هيجي لك كل المواقع اللي احنا هنتكلم عليها. يعني مثلا احنا هنتكلم النهارده على مواقع اختصار روابط، هنكتب ايه؟ شورت لينك سايتس، ومثلا ايرنينج، يعني هو مثلا قال لك بيست شورت لينك ايرنينج سايتس، يعني افضل مواقع اختصار روابط. عندنا مثلا هنا اهو موقع بيقول لك فيه 40 موقع من اوتوميت ماني اونلاين يعني بتعمل بيه ارباح، واكتر حاجه هيس في الريت اللي هو يعني يبقى الريت بمعنى الريت في الاعلان او في الارباح، ان يعني مثلا بتحقق ارباح اعلى في الموقع دوت. هنشوف كل حاجه مع بعض. طيب اهو دوت لما فتحت مثلا موقع، اول موقع دوت بس احنا هنقفل ده عشان ما يتلخبطش مش عايزينه. كل دي مواقع هنقدر نحقق منها ارباح زي ما بقول لحضراتكم وهنقدر نشتغل بيها. ده مثلا اهو موقع زي دوت معروف، وفي مواقع كده يعني الناس اللي اشتغلوا في الموضوع ده قبل كده اكيد سمعوا عنها كتير. تمام ناخد مثلا موقع مشهور زي مثلا دوت او يو او ده مثلا. هنا انت مجرد ما تدوس ساين اب هيدخلك على الساين اب،
بس انا عايز اوريها لكم من الصفر دوت. مثلا الموقع اهوت ده شكل الموقع، تمام. عندنا لوجن وعندنا ساين اب. انت اي موقع هتلاقي فيه الحتتين دولت، ساين اب يعني انت او جوين او ساين اب، الاتنين واحد. بالعربي معناه ان انت هتكريت، ان انت هتعمل اكونت جديد، زي مثلا الفيسبوك، انت عامل اكونت على الفيسبوك في اسمك في بياناتك في صورتك وهكذا، انت عشان بتسجل في الموقع، فده يعتبر تسجيل. احنا هنسجل دلوقتي في الموقع دوت، فكلمتين احفظهم كده دايما، هتلاقي ساين اب او جوين، ده التسجيل في الموقع. لوجن بقى اللي انت هتخش في الموقع دوت، يعني انت خلاص لو عندك حساب بالفعل وهتخش عليه باللوجن، تمام. احنا دلوقتي هنعمل ساين اب، لان انت عشان بس ما تصدمش ان مفيش حاجه بالعربي، غالبيه الموقع هتلاقيها كلها بالانجليزي، فانت مفيش اي حاجه مشاكل خالص. انت هتدور على كلمتين، لا ساين اب لا جوين، وهتشتغل بيهم، ده معناها التسجيل بس كده، خلاص هتبقى على طول في العقل، مفيش اي مشكله، تمام. يوزر نيم اللي هو اسمك، هتكتبه مثلا ايا كان اسمك هتختاره ايه، تمام. الايميل بتاعك، الباسورد، وباسورد تاني كونفيرم هتكتبها مرتين، وتدوس ساين اب، تمام. انا بالفعل عامل اكونت قبل كده، فهدوس لوجن، تمام. اهو اليوزر نيم بتاعه والباسورد، هنا مثلا زي تشيك كده بس بيأكد ان انت يعني مش آلة او كده، لا انسان عادي، يعني لو لقيتها عادي مثلا بيقول لك كارز العربية زي الصورة دي، هتختار الصور اللي موجودة جوه اسمها كاباتشا، تمام. هنعمل كده ساين ان، تمام. هو ده الموقع. ماشي. عندنا ده الفيوهات اللي يعني الناس شافت اللينك بتاعك اللي انا هقول لحضراتكم هنعملها ازاي، ودي الارباح، تمام. ماشي. الموقع كلها تقريبا يعني شكل واحد مع اختلافات بسيطة، يعني ممكن مثلا بدأ بص احنا مثلا نيو شورت اللينك اللي احنا هندوس عليه دوت، اللي احنا هنحط فيه الرابط ونختصره، تمام. ماشي. هتلاقي مثلا موقع في النص المربع، وانت هتكتب فيه الرابط اللي انت هتختصره وهكذا، يعني تقريبا كله هيبقى سيستم واحد او اختلافات بسيطة في الشكل، بس انت فهمت الفكرة واللي هتطبقها. واي حاجة وقفت قدامك او اي حاجة مثلا انت مع يعني مش عارف تجيب الخانة دي او اي حاجة، انا تحت امرك، اسألني على طول وهجاوبك، تمام. ماشي. هنختصر الرابط، تعال نجرب في جوجل، يعني اي حاجة سهلة بس اوريها لكم. جوجل دوت كوم مثلا احنا هنختصر الرابط ده، هقف عليه كليك يمين، او لو انت بالكيبورد كنترول سي يعني كوبي، يعني نسخ، ماشي، كوبي، ونعمل كده كليك يمين بيست، او كنترول في اللي هي نسخ، تمام. ماشي. وندوس، وده كده بيقول لك كوبي تاني، انت كأنك بتنسخ اللينك اللي تم اختصاره ده، فاهم قصدي؟ طيب معلش نعملها تاني، جوجل دوت كوم اهي، تمام. كنترول في، عملت النسخ، وهندوس على الزرار. هو ده يا سيدي اللينك اللي احنا اللي انت حضرتك هتنشره، اللي هو لما اي زائر يدوس عليه او اي حد يدوس عليه انت هتكسب دايركت الارباح بتاعتك. بتكسب ليه؟ لا هقول لك ليه. خلينا بس دلوقتي في اول حاجه، انت تقدر تاخد اللينك ده وتكوبي من هنا، او تتعلم عليه كده، تعلم عليه مثلا كده وتاخده كوبي من هنا، بس احنا خلاص الزرار هو عامل معمول لك اوتوماتيك، انت كده نسخته. طيب احنا دلوقتي لما تيجي مثلا تنشره على الفيسبوك، على اي مواقع تواصل اجتماعي، على اي حاجه، تمام، في رسائل خط، يعني ايا كان انت هتعمل ايه، معاك مثلا موقع او مدونه، ولا هوريك برضو تتعمل ازاي، وهتنشر عليها اللينك عشان الزوار يدوسوا عليه عشان انت تربح. طيب فهم مجرد ما يدوسوا عليه هيتفتح لهم اهو اللينك كده، عملت، تمام، هيخشوا، هيروح دايس على الزرار مثلا، ايا كان بقى شكل المواقع التانية، يعني كل موقع هيبقى ليه شكل تاني، بس كله نفس الفكرة. ده مثلا اعلان، ده اعلان، هما الموقع نفسه بيكسب، وبالتالي عشان كده بيديك الارباح. لو سألت هو ليه يعني بيديني مثلا ارباح او كده، فمجرد ما ندوس وجهة لينك حولهم على جوجل اللي احنا كنا مختصرينه في الاول. اتمنى يكون كله فهم، ولو في اي اسئلة يا ريت تسألوني، تمام. ماشي. كل الموقع بالشكل دوت، فحضرتك مجرد ما تختصر رابط انت هتنشره هتكسب ارباح مباشرة. هتسحب فلوسك ازاي؟ بالويزدرو، تمام،
هتعمل مثلا الاول في البروفايل اللي هو حسابك الشخصي، وزدرو ميثود يعني طريقة السحب، وزدرو يعني سحب. فانت يعني اي حاجة وقفت قدامك هتروح معلم عليها كده، هتعمل لها كوبي، هتروح على جوجل ترانسليت، سوري، بس بوريك كل حاجة عشان تبقى الموضوع واضح قدامك. withdrawal method طريقة السحب. طيب هنختار حاجة من الحاجات ديت، عندك حاجة اسمها بيبال، بايونير، باير. بصوا كل ده انت عايز تفهمه هتلاقي ناس كتير متكلمين عنه على اليوتيوب، على مواقع هتبحث عنه، الموضوع سهل جدا. محتاجيني انا يسألوني اعمل لكم حتى فيديو عليه، على مثلا بيبال انا بفضله، والباير برضو. البير ده عبارة عن محفظة، يعني انت بتنشئ زي موقع اسمه باير، وبتعمل عليه محفظة. الفلوس اللي هتتحط لك عليه ده تقدر مثلا تشتري بيها حاجات، تقدر يعني ايا كان بقى انت طريقتك هتعمل ايه مثلا، او تبيعهم او ايا كان. الباي بال ده بنك موجود بره، انت بتقدر برضه تعمل عليه حساب، بيكون لك اكونت بتقدر تسحب فلوسك منه مباشرة على البنك بتاعك في الدولة بتاعتك، او ان انت برضه ممكن تشتري بيها حاجات اونلاين على النت بيه، تمام. فالموضوع بسيط. باينير يعني طبعا هتلاقي برضه عليه حاجات كتير، بس في حاجات بيقول لك مينيمم 50 دولار ومش عارف ايه. فخلينا في الحاجتين مثلا اللي هو سواء باي بال او باير، او شوف انت يعني لو بحثت هتلاقي كتير جدا فيديوهات عليها، وتحت امركم برضه لو محتاجين فيديو او اي شيء عليه مفيش اي مشكلة، تمام ماشي. فانت بمجرد ما بتختار وبتكتب الاكونت بتاعك اللي هو بتاع بي بال اللي انت هتكون مسجل بيه، وبتدوس هنا وخلاص بتسجل طريقة السحب. ووقت ما ان شاء الله يعني معرفش هنا المينيموم بقى كام، انت هتقدر تسحب في كل موقع بيديك مينيموم، يعني اقل حاجة تقدر تسحب بيها فلوسك كام، ممكن مثلا 5 دولار، اول ما توصل 5 دولار تقدر تعمل ويزدرو بتاعك بيتسحب، وهكذا. كل موقع ليه شروطه معينة يعني، تمام. في مواقع مثلا يقول لك نيكست بيمنت 15/7، اهو يقول لك يوم يعني البيمنت ثابت في وقت معين يوم 15/7 هيحول لك فلوسك مثلا لما يوصل، اهو لما يوصل 5 دولار مثلا، وهكذا. يعني كل موقع له شروط معينة، ومش شرط هنا مثلا يكون في يوم ثابت، لا في مواقع تانية مجرد ما بتوصل المينيموم بتاعك الحد الأدنى بتاعك تقدر تسحبه، تمام ماشي. ده بالنسبة لاختصار روابط، زي ما قلت لكم مواقع كتير قوي قوي اختصار روابط. في طبعا يعني انت هتجرب كله، هتختار حاجة اللي انت ترتاح له، اللي بيديك ريت اعلى، ريت يعني ربح عالي في المشاهدة، اللي مثلا بيعد كل المشاهدات، الصادق يعني اللي بيبعت فلوس على طول ما بيتأخرش، وهكذا. فانت ممكن تقدر تجرب، او تقدر تقرا مثلا اللي مكتوب، او اللي تقدر تبحث مثلا على جوجل، كله على جوجل، على الريفيو مثلا على مواقع معينه او ناس بتتكلم عليه بتقول ايه، لو بالانجليزي يا ريت، وترجمها زي ما قلت لك، هتقدر توصل لحاجات كويسه جدا. معلش يمكن سنه متعب، بس ما فيش مشكله يعني، احنا كده كده مثلا انت مش هياخد منك الموضوع دقائق وانت هتدور على حاجه معينه تختارها، او جرب يا سيدي انت بنفسك وهتوصل. وان شاء الله باذن الله هعمل لكم برضو، هحاول اسيب لكم لينك مثلا او كده، بحيث ان اقدر اقول لكم في كل المواقع الكويسه الموثوق فيها، وهكذا، تمام. وفي الغالبيه العظمى طالما اتكتب وظهر في جوجل في الاول ومقاله كده، في الغالبيه يعني المواقع دي كويسه جدا ومحترمه وبتدفع وقت ما هم كاتبين عليه، تمام. الشق التاني، الشق التاني هو المواقع رفع الملفات. احنا اتكلمنا على اختصار روابط، فاضل رفع الملفات. طيب عشان نحقق ربح من الحاجتين في وقت واحد، يعني نضرب عصفورين بحجر زي ما بيقولوا، رفع الملفات عبارة عن ايه، ان انت زي ما قلت لكم بترفع ملف عليه، الملف دوت مثلا صورة، كتاب، اي حاجة الناس عايزين يحملوها، بحيث ان انت عارف انت هتستهدف فئة معينة من الناس، انت بتفهم مثلا في حاجه معينه، انت بتفهم في الكتب يا سيدي، اهم حاجه ما يكونش طبعا عليها حقوق ملكيه او اغاني او كده، ما يكونش عليها حقوق ملكيه. وبتنشرها مثلا عشان الناس تحملها، وبالتالي انت بتكسب من الموقع بتاع رفع الملفات دوت، تمام. طيب هنجيب موقع رفع الملفات ازاي؟ زي ما قلت لكم اسهل يعني افضل طريقه انا بحبها، انت هتلاقي كتير جدا بيتكلم عن كل حاجه بالمناسبه، بس افضل طريقه انا بحبها واكثر مصداقيه، وتحس كده انت شايف الدنيا من فوق، يعني انت واقف في القمه وبتبص عليها،
ويعني زي ما تقول بتعصر كل المعلومات اللي موجودة وبتشوف كل حاجة. تمام، فهنكتب مثلا بيست رفع ملفات. فات ابلود فايل سايت مثلا ايرنينج بيست سايت ابلود فايلز ايرن ماني. يعني مجرد ما تكتب كلام جنب بعضه شبيه فهو بس يعني جوجل على طول هيفهم قصدك ويجيب لك المواقع اللي بتتكلم عن الموضوع دوت. تمام، نفتح دول مثلا. هو مثلا موقع زي فايل ابلود ده مشهور جدا، نقدر نفتحه. لا ما فيهوش حاجة. ماشي، خلينا نتعلم على فايل ابلود. وبالمناسبة في مواقع كتير جدا بس ده مشهور نسبيا ومعروف ومحترم وقديم. تمام، انا برضو كنت عامل عليه حساب، انا اخرج منه عشان برضو اقول لكم من الاول بيبقى عبارة عن ايه. زي اللي فات بالظبط، زي ما قلت لكم كل موقع هتلاقوها واحد، هتلاقوا الفكرة الكلام المكتوب واحد اللي هي ساين اب ولوجن، سواء حتى يعني موقع بالانجليزي مش بالعربي. انت خلاص فهمت الفكرة، فهمت المسميات، هتلاقيها دايما، هتلاقي نفسك تلقائي يعني عرفتها خلاص مرة في مرة، هيتثبت في مخك الكلمة. الموضوع والله بسيط جدا. فاحنا هندوس ساين اب، هتكتب برضو نفس القصة ما قلت لحضراتكم، اليوزر نيم، الايميل، الباسورد، ودي اللي هي الكباتشة زي ما قلت لكم، بتدوس عليها وبتختار الشكل اللي هيجي لك مثلا في المربعات. تمام، اول ما جاش خلاص كويس، ودوس سبميت الزرار. تمام، بعد كده خلاص انت عملت الحساب بيدخلك، او انا مثلا كنت عامل حساب قبل كده اهو، فاللوجين وبكتب اليوزر نيم بتاعي اللي هو الاسم اللي انا اخترته والباسورد وسبميت انا كنت عامل قبل كده. تمام، هيفتح لي الموقع. طيب ادي الموقع شكله عباره عن ايه، زي ما قلت لكم بنرفع الملف عشان الناس لما تحمله انا بنكسب احنا ارباح. واهم حاجه ما يكونش زي ما بقول لكم حاجه فيها حقوق ملكيه، عشان الموقع نفسه بقى لو في حاجه فيها حقوق ملكيه بيشيل يعني زي برنامج مثلا بتاع حق او عليه حق او كتاب او كده، الملف بيتحذف يعني مش هتستفاد حاجه. فدي يعني اهم حاجه ان انت تبعد عن اي حاجه فيها شك او كده. طيب عندك اهو الابلود فايل، وحتى هنا الزرار على طول الاحمر ده هتدوسه ستارت ابلود فايل وهكذا. ماشي، طب احنا مثلا عايزين نحمل فايل معين، تعالى مثلا ننزل صورة واردة مثلا. هندوس على الزرار. تمام، هندوس عليه تاني. احنا في الفايل ابلود، دي حاجات كلها يعني متقدمة شوية يعني بلاش تشتغلها. يعني عندك مثلا FTP ده عبارة عن برنامج انت بتربطه بالموقع وتقدر تحمل بيه، يعني لو حاجات مثلا في ناس بتستعملها، لو حاجات كبيرة او كده بتبقى امانة ابعد عنها. خلينا في الحاجات البسيطة مثلا زي فايل ابلود، احنا كده كده يعني ما اعتقدش هنرفع حاجات تقيلة قوي. وادي مثلا بتنزل الصورة، هندوس فايل ابلود ونزل الصورة ستارت ابلود، وال description مثلا انت عايز تكتب لها وصفة معينة او كده. تمام، هو ده اللينك اللي احنا هنقدر ننشره، عشان لما حد يدوس عليه زي نفس فكرة الاختصار رابط، لما حد يدوس عليه بنحقق ارباح من الموضوع ده. طيب فهو ده اللينك اللي احنا هننشره. ماشي، برضه اوريه لكم اهو ده اللي يعني ده بقى انا بقى ايه، لو حد داس على اللينك دوت هيفتحه اهو، هيتفتح كده وهيظهر له كل دوت كده. فانت مجرد ما هو يدوس في داونلود بيقدر ان هو يحمل. بالمناسبة شفت اللي فتح مثلا حاجات زي اعلانات، فهو الموقع بيكسب من الاعلانات وانت حضرتك بتكسب من مكسبه هو دوت، انت بتكسب وراه. تمام ماشي، قلنا عايزين عصفورين بحجر، فايه اللي هنعمله؟ اللينك بتاع التحميل دوت هنحطه في الموقع بتاع اختصار رابط، فكده احنا حققنا مكسبين في وقت واحد من لينك واحد.
من الموقع ده والموقع ده، من موقع رفع ملفات وموقع اختصار قابض. فانا هاخد مثلا دوت كده كوبي وهنرميه في موقع الاختصار قابض، بيست اهو او لازم، تمام؟ فاهمين قصدي صح؟ يعني اللينكين في لينك واحد، هوريكم وهنعمل كده. فده لما احنا ننشره للزوار في مواقع التواصل الاجتماعي او كده، هنقدر نكسب كده من الموقعين. اول حاجه اللي هو الموقع اللي بتاع الاختصار رابط دوت نفسه اللي هو IOO، ولما يتفتح له هيجي له الموقع بتاع رفع الملفات اللي هيحمل منه ملف، وبكده احنا كسبنا من الموقعين. يعني حضرتك تقدر مثلا ترفع هنا الحاجه اللي انت عايز الناس تحملها، وتاخد اللينك بتاعها هتحطها في الاختصار رابط، وتنشر اللينك الاختصار رابط دوت. فكده الزائر اللي هيفتح هيتفتح له بالمنظر دوت، وهيبتدي يمشي مع الخطوات لحد ما يوصل للملف وهيحمله. وبكده حضرتك كسبت من الناحيتين، تمام؟ الموضوع بسيط جدا والله العظيم، ما فيش اي مشكله خالص، واي اسئله تحت امركم، ويا ريت نبتدي بيها. و صدقوني حتى لو يعني على الاقل خالص هتكسب علم، وهتكسب افكار، وهتكون بدايه سلم وطريق. احنا ان شاء الله هنمشي مع بعض، وهتفيدك كتير جدا فيما بعد، لان الافكار هترتبط ببعضها. انت دلوقتي مثلا فكرت دلوقتي طب انشر اللينك ازاي، عندك موقع تواصل اجتماعي وعندك حاجات كتير، وهتدور هتلاقي كتير، وهيجي لك افكار كتير، هتتعلم حاجه صدقني هتستفادها فيما بعد. انت مش شرط مثلا تنشر لينكات دلوقتي، انت فيما بعد ممكن ان شاء الله هنتعلم ازاي يبقى عندنا موقع او مدونة يعني، وتكتب عليها مقالاتك وتحط عليها اعلاناتك الشخصية، اللي هو هيبقى انت بقى اللي بتحط اعلانات زي المواقع الكبيرة دي، تمام؟ هنعملها مع بعض. او الابليكيشنز مثلا انت عايز تنشرها، فهيبقى اللي عندك باك جراوند او بالموضوع من اوله، يعني لا قصدي يعني خلفية بالموضوع، هتفيدك جدا يعني، ما فادتكش دلوقتي هتفيدك فيما بعد. فيا ريت كلنا نبدأ بإذن الله، ونشوف الفيديوهات كلها ومع بعض في أي حاجة وأي أسئلة تحت أمرك. شكرا والبنك لون جدا. طبعا ما يبقاش التزامات، نعمل الصمت انا متأكد وكونفيرم، فحلو جدا. اهم حاجه برضه عايز اقول لكم عليها عشان نعدل بس في انكم، احنا لما يبقى معانا فلوس يعني برضه يفضل نبقى ندفع اللي علينا دول، نحاول نقفل البنك الالتزامات اللي ورانا، بس ان شاء الله ما تزيد. توداي براس احنا كنا لو تفتكروا كنا شارينه ب10 اعتقد، وهنا 35 يعني كويس، فاحنا ممكن نعمل سيل اول. وبالمناسبة ممكن 3000 وكذا دول ممكن نقدر ندفع بيهم ديون علينا ماني بانك لونز، مش 300 مثلا، وهنا كانت 3000. نجمع نعدل الصم، بقدر الامكان احنا اهم حاجة عندنا بنعلي النت كاش فلو في النت مانثلي كاش فلو اللي هو كل شهر. طب احنا طبعا سمول لان احنا مفيش فلو، نوم بيمنت 5000 واحنا منقدرش عليه طبعا، فباص. Yeah, I would have passed on that deal too. Oh, come on, my. Small. Today, براس 5 و trading 5 اتفقنا ده stocks market اسهم. طب نشتري طبعا. احنا ممكن نقول مثلا نشتري 50 على اساس 50 في 5 250، وانا يعني هيقضي. I would have bought that one too.
بداية اللعبة عندنا لازم نعرف 4 حاجات: ال income وال expenses وال assets وال liabilities. ال income اللي هو الدخل الشهري، وال expenses المصاريف الشهرية، بنطرحهم مع بعض هيدينا النت كاش فلو. ده أساسنا، $630 دولار مثلا، اللي هما يعتبروا ال passive income، يعني في النهاية خالص بيصبوا في ال passive income. اوكي، طيب عندنا ال assets وعندنا ال liabilities زي ما الشباب بيموس هنا اهو. دي الاصول، الاسيتس اللي هي الاصول اللي عندي اللي انا بملكها من مباني، من ستوك ماركت، اسهم يعني، الى اخره. اللايبيلتيز اي مصاريف خصوم، اللي هي اي التزامات عليا زي لون البنك اللي هو كارد، يعني زي الكريدت كارد، زي اهو عندي مثلا سكول لونز، القروض المدارس، زي الكار لونز، العربيه، والى اخره. تمام، نبتدي اللعب. يعني ده اساسيات الحاجات، والباقي هنتعلمه مع بعض من الممارسة واللعب. عندي بيجي يظهر لي حاجتين: بيج ديل وسمول ديل. احنا دلوقتي مثلا بالنظر كده، احنا كل اللي نملكه كاش ان هاند $1190 فقط، اللي هي المبلغ اللي في اليد يعني كاش اون هاند. طيب احنا يبقى هنقول سمول، طبعا مبلغ قليل. بيقول ان في عقار اسمه مثلا كذا، التوضيح اهو: هاوس فور سيل كذا، مبنى للبيع، منزل للبيع، الكوست $50,000، المورتريج $50,000، الداون بيمنت اللي هو التحت اللي انا هدفعه حاليا زيرو، حلو جدا، وهيجيب لي كاش فلو 100. كاش فلو اللي زي ما قلنا الانكم شهريا $100. طيب يبقى نعمل باي. طبعا بنبتدي نمسك الحاجات دي نوزعها على كل حاجة. Nicely done. ليه بقى؟ يعني كتعليم لينا طبعا، احنا نفهم ده كل حاجة بتتوجه فين، هيبقى في عقلياتنا بعد كده الموضوع هيبقى سلس. يعني الكوست assets كاش فلو في الانكم زي ما قلنا، ومن لازم نعدل الصم كونفيرم. نفس القصة 29، يبقى احنا هنقول سمول. السهم ده اسهم، اوكي، اللي هو الستوك ماركت. بيقول لي $10 توداي برايس، السعر اليومي، وهو التريدنج رينج يعني ممكن يوصل ل$30 من 35، فحلو جدا نشتري. ممكن مثلا نقول لو 100 في 10 يبقى اوكي، ممكن نشتري 100 مع بعض نشوف. نحط طبعا كوست بير شير هنا، كله ده يعتبر اسيتس، اوكي، فهيتحط في اسيتس. I would have bought that one too. بيقول لي ان الهاوس دوت جايب لي $65,000. keep it، keep property، يعني احتفظ بيه ولا sell it. طيب احنا هنقول ايه؟ هنبص عليه هنا، عندنا اسمه 3B في الاسيتس اهو. كنت انا جايبه كام؟ مش فاكرين، $50,000، ومش دافع اصلا في داون بيمنت حاجه، فحلو جدا. طبعا هنعمل سيل، فرصه ذهبيه يعني. طيب احنا عملنا سيل، يعني هنخرج من عندنا، يعني هنشيل الحاجات اللي جوه دي من عندنا. ازاي؟ من مجرد ما نكليك عليها بس. الكوست $50,000 اللي هو ده، نفس الاسم اهو، 3 بي ار، تشفيله 100. ونبتدي زي ما قلنا لازم الصم نعدل كله كده عشان يسمع كونفيرم. يقولي
كوست. طبعا احنا اهم حاجه نبقى عارفين ان احنا نبعد عن الكريدت كارد خالص الا يعني في اسوأ ظروف لو مش معانا. طيب احنا معانا الحمد لله خلاص 15,000 يعني بس $200 بكاش. الخصم بتاعي كل واحد بيبقى ليه دور ايا كان بقى كام عدد الخصوم يعني اللي بيلعبوا ضد دي مثلا. فاحنا مجرد بنسابع عشان مين يوصل للباسف انكم اسرع. فكرة اللعبة يعني $16,000 فنخش على بيج ديل داون بيمنت 20,000 هيجيب لي كاش فلو. My real estate broker says the value of the property will go up in value. What do you think? Well, ask your real estate broker if they have a crystal ball. Always remember that your profit is made when you buy, not when you sell. Okay, بنقول دلوقتي I'm spending money in buying, so how does that work? $20,000 ناقص $16,850 هيعمل لنا حوالي الفرق يعني مثلا 3500. نعرف ان هي 10% الفرق ال 10% اللي بناخده لون من البنك. اوكي a piece of real estate needs to be profitable when you buy it, the same as a stock needs to be paying a dividend when you buy it. Never expect the thing to go up in value. والبنك بيمنت 400 واحنا يعني هناخد الفرق هيبقى 400 فكويس يعتبر احنا اللي كسبانين شهريا. اهو بصوا حطينا 800 في الانكم بنك بيمنت شهريا 400 الاكسبنسز يعني احنا كسبانين 400 يعني هنا هيزيد 400 هنشوف مع بعض بقى 1030 شهريا احنا بس في انكم. اهم حاجه اعلي هنا فكويس جدا. ده الرهن العقاري لابيلتيز وده الاسيتس والبنك لون طبعا لابيلتيز التزامات. نعمل الصمت انا متاكد وكونفيرم فحلو جدا. اهم حاجه برضه عايز اقول لكم عليها عشان نعدل بس في انكم احنا لما يبقى معانا فلوس يعني برضه يفضل نبقى ندفع اللي علينا دول نحاول نقفل البنك الالتزامات اللي ورانا بس ان شاء الله ما تزيد. بس احنا كنا لو تفتكروا كنا شارينه ب10 اعتقد وهنا 35 يعني كويس فاحنا ممكن نعمل سيل اول. وبالمناسبة ممكن 3000 وكذا دول ممكن نقدر ندفع بيهم ديون علينا ماني بانك لونز مش 300 مثلا وهنا كانت 3000 نجمع نعدل الصم. بقدر الامكان احنا اهم حاجه عندنا بنعلي النت كاش فلو في النت مانثلي كاش فلو اللي هو كل شهر. طب احنا طبعا سمول لان احنا مش فلو نوم بيمنت 5000 واحنا ما نقدرش عليه طبعا فباص. Yeah, I would have passed on that deal too. أوه كمان معايا سمول توداي براس 5 وتريدنج 5 اتفقنا ده ستوكس ماركت اسهم. طب نشتري طبعا احنا ممكن نقول مثلا نشتري 50
على اساس 50 في 5 250 وانا يعني هيقضي. I would have bought that one too. كل لفة لأن نت إنكم مصري كل شهر يعني بيزيد المبلغ بتاعي كاشون هاند الصافي كل شهر من الأصول اللي أنا معايا والتزامات أنا بدفعها الإنكم والإكسبنسز أو المصاريف اللي أنا بدفعها. هنا برضو في أوفر بيقول لي لاتسيل كيبت اللي هو البليكس باير دوت 30,000 باليونت 30,000 دولار باليونت اللي هو كان سعره عندي كام نتفرج برضه عليه. بليكس انا هنا الاربعة كان 20,000 مع 30 باليونت يعني للوحدة وانا عندي اربعة. في 420 وهنا كان ب 100 فمكسب ليا فطبعا هنعمل سيل ونشيله زي ما احنا متفقين. بس للاسف كشف لو كان 800 كان حلو جدا. يلا مخدتش بالي الاكسبنسز طبعا في المصاريف الشهرية. طبعا احنا ممكن زي ما احنا متفقين ممكن ندفع حاجات من اللونز اللي عندنا زي هنا مثلا بيمنت 12 حلو جدا محامين باي زي ما اتفقنا مورتاج في الليابيلتيز وكاش فلو في الانكم ونبتدي نعدل الحمد لله الباسيف تاني الحمد لله و 960 كسبنا وبقى معانا كاشون هاند حلو. فرصة كمان 35,000 دولار للفوركس اللي هو اسمه فليكس باير برضو فليكس باير بس عموما كيب برتواتي داون سايز اللي هو بيوقف اللعيب مرتين اللي هو انا داون سايز اللعيب التاني بيلعب مرتين عليا. طيب انا هنا عندي اوفر 5000 دولار انترست 20 بالمانس ماشي. انا بقول
باسون ديل يعني مش 20 او ممكن اوكي نعمل واحد باي مرة التجربة. الانترست 20 هضطر استلف من البنك حوالي اكتر من 25,000 اللي هو عليهم 2000 وي يعني لو قلنا 10% تقريبا عليهم 2000 وي لونز وانا كشروط من هنا بس هدفع كتير جدا كده فرق هخسر كتير. شرطي تبرع طبعا ده حاجة كويسة جدا. Nicely done. كونك انك تتبرع بيديك الفرصة فرصتين twice dice يعني حتى في الحقيقة سبحان الله نفس القصة كشيء كمطبقة للحقيقة يعني يديك بلا فرصة مرتين باي كاش زي ما اتفقنا نعمل على كريدت كارد خالص اي مصاريف. ماينس 100 كاش فلو تمام فده كده هيخسرني مش هيكسبني فانا عامل طبعا باص. Good job. Thank you.
هنا حوالي تقريبا هناخد $12,000 وكاش فلو 1500 برضو مش 22 لا ممكن نخسرها ونشوف ايه اللي عندنا ممكن نقدر ندفعه ممكن نقدر ندفع ندفع دوت مثلا نحاول نخف الاكسبنسز على قد ما نقدر بس ان احنا نكبر النت مونثلي والباسف وبالتالي بيأثر في الباسف ممكن نقول مثلا على افتراض نبقى 2 طب ساعات I don't know if I would have bought that طبعا كل حاجة ترجع لك انت ممكن تعمل باص ممكن تشتريها مش شرط طيب احنا هنا today price 30 وهي اخرها حلو جدا نقدر نبيعها Good job. الماركت بالمناسبة عبارة عن ان هو بيوضح لك اسعار حاجات السوق رايح اتجاهه فين الى اخره زي معلومات بيبي اكيد اكسبنسز $70 شهرية كونفيرم Why do you say that investing isn't risky? Well, there's always risk when you invest, but it doesn't mean you have to be risky. You don't have to be a risky investor. When you drive your car, there is risk, right? Well, yeah, but... But you don't have to be a risky driver. If you take a few lessons, practice, take it slow, you'll be a very good investor. There's always risk, but you won't be risky. Oh, I see. Bakish. بيتشيك يعني زي مثلا كسبت حاجة معينة بيتشيك ريتشتوك فلوس زادت
حاول اقرا التفاصيل بس احنا عشان وقت الفيديو. There you go. كاش فلو زيرو كوست تمتين تمام. I would have bought that one too. I learn a philosophy income. هي سبقتني كده في الريس ختم المرحلة اللي بعديها. مفيش مشكلة مثلا امسي Nicely done. طبعا يعني تودي برايس 5 بس فوق لعب نعمل سوري بوس ممكن لو عايز باي بس مش مستحيل. كتير 340 Congratulations. That was a good deal.
ممكن نسلي مش قوي بس هنجيب لنا مبلغ حلو مش قوي كإنكم يعني ندور عليها ونروح نكون فرق نشيلها ممكن نشوف التاني 90 I don't know. Taking out loans and borrowing money seems kind of dangerous. Borrowing money isn't dangerous. It's what you do with the money that's dangerous. Always remember, there's good debt and bad debt. Good debt makes you rich, and bad debt makes you poor. Unfortunately, most people invest in bad debt, and that's why they're poor. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. نبتدي بقى انا براحتي يعني خلاص اللي يعني بخش على المرحلة اللي هي اصحاب الثروات وما بتبقاش حاجة يعني زي اللي فاتت فيها تفكير وكده انا مجرد بعمل باي او باص للحاجة اللي قدامي يعني ستوك ماركت فور كيدز مش عارف يعني ماركت للاطفال وهكذا فانا بحدد مزاجي مثلا اعمل باي اعمل باص فانا كده ببقى في الفاست تراك وشكرا للجميع.